اولا برنامج فرصه يتشكل من 5 محاور رئيسيه. المحور الاول يتعلق بالاصلاح السياسي والدستوري، يعني اصلاح النظام السياسي، وتحته مجموعه من التعهدات. لما نتكلم على اصلاح النظام السياسي، لانه احنا نؤمن بانه الاصلاح يبدا من فوق، كما قلت انا في حوار اخر ان الدروج يتسيقوا من فوق ماشي من تحت، وبالتالي الاصلاح ضروري. الاصلاح الكلي هذا سينعكس على كل البيئات بما فيها البيئات المحليه. المحور الثاني هو خدمه المواطن، وحين نتكلم على خدمه الوطن لان نؤمن ان المواطن هو محور العمليه التنمويه. كل ما نقوم في هذا البلد من مشاريع وافكار وغيره، إذا ما انعكس آثاره على المواطن بشكل إيجابي فكل شيء يعني يبقى مجرد كلام، مجرد تسويق كلام. المحور الثالث هو التنمية الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية لأنه فعلا يعني بذلت بعض الجهود في الجزائر، ولكن لا زالت الأمور تراوح مكانها. عندنا رؤية متكاملة وشاملة كيف نبعث التنمية الاقتصادية من خلال 23 تعهد مفصل تفصيلا في مختلف المجالات متعلقة به، سواء الجباية، سواء البنوك أو الضرائب أو الاستثمار أو المؤسسات أو التسيير أو الحكم الراشد وغيرها. المحور الرابع هو التنمية الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية تقوم أساسا على عنصرين رئيسيين. معناتها المحور العملية المتعلقة بهذا البعد هي استقرار أسري وتماسك مجتمعي. المحور الأخير اللي هو التنمية الثقافية. لما نتكلم على التنمية الثقافية نتكلم على كل ما هو علم، كل ما هو ثقافة، كل ما هو فنون، كل ما هو مسرح، كل ما هو سينما، كل ما هو ترفيه، كل ما هو شباب، كل ما هو عنده بعد ثقافي. وهنا أيضا عندنا مجموعة من التعهد. طبعا هذا البرنامج مجسد في 62 تعهد. لماذا 62 تعهد؟ لماذا اخترنا هذا الرقم بالذات؟ أولا اخترناه بغينا نعطوا رسالة ل 62 1962 بعد 62 سنة من الاستقلال.